ولتعرف على جهود الحكومة والدولة المصرية في تخفيف آثار المعاناة الاقتصادية لدى المواطن المصري ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي كريم عبد السلام. أستاذ كريم، يعني بعد التحية، هناك العديد من المبادرات، العديد من مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. الرئيس ملتزم والدولة والحكومة ملتزمة التزاما ثابتا بدعم محدودي الدخل. كيف تقيم وتقدر هذه الجهود؟ بالطبع خلال السنوات الثلاث الماضية شهدنا مجموعة كبيرة من الأزمات العالمية، في مقدمتها تداعيات كورونا التي لم تنتهي حتى الآن، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية. لكن خلينا نقول الأول أنه موجات التضخم العالمية غير المسبوقة منذ 4 عقود فرضت على العالم أجمع مجموعة من الإجراءات قللت فكرة الإمدادات، إمدادات السلع، وأثرت بالسلب على تداول التجارة والسلع الأساسية والنفط والسلع الغذائية، الأمر الذي دفع كثير من دول العالم إلى عدم التصدير وعدم التداول بالشكل الذي كان مطروحا قبل 3 سنوات. التحدي الاول امام كثير من الدول في العالم النامي هو كيف تحافظ على توافر السلع في الاسواق. صحيح. هذا تحدي كبير جدا وضخم، وتعاني منه اقتصاديات كبرى. من وجهه نظري ان الدوله المصريه استطاعت ان تدير مجموعة الأزمات المتعلقة بالنقل والإمدادات والتداعيات على الحرب الروسية الأوكرانية بنجاح كبير حتى الآن على مستوى هذا التحدي الضخم المتعلق بتوافر السلع في الأسواق. لم نشهد مثلا انقطاعا لا قدر الله في الوقود في البنزين، لم نشهد انقطاعا في السلع أو أكثر من الأسواق. حتى في حد ذاته في هذه الظروف السيئة على العالم مؤثر جدا. صحيح. أيضا أن الدولة المصرية اعتمدت حزمة من الدعم المتكامل لمحدودي الدخل. نرى مثلا في هذه الظروف الآن نحن على ربع من شهر رمضان المعظم نشهد استفادة لي الاسواق اسواق السلع الاساسيه ومعارض اهل رمضان ووجود اجزاء مقصده في كل سلاسل المجمعات التجاريه وبمعاونه عدد الوزارات بحيث تتوافر هذه السلع باسعار مخفضه في متناول سعودي الداخل. دعم الاستثنائية فيما يتعلق بالمعاشات، فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للدخول، فيما يتعلق بالزيادة المتواترة المستمرة في إذا هي إجراءات إجراءات هذه الأمور صحيح. تعمل إذن هي إجراءات متعددة تقوم بها الدولة المصرية على كافة المحاور. الحديث عن الأزمة العالمية لغلاء المعيشة أستاذ كريم، لأنه هذه الأزمة ليست أزمة تعاني منها الدولة المصرية فقط، دول العالم حتى الاقتصادات الكبرى في العالم للأسف الشديد تدفع فاتورة هذا الغلاء المتزايد يوما بعد يوم. عالميا كيف يمكن أن ننقل هذه الصورة للداخل المصري، وكيف يمكن أيضا التعامل مع هذه الأزمات في الفترة المقبلة؟ شهدنا عن خلال الأيام الماضية على مدى أسابيع مظاهرات حشدة في بريطانيا وفي ألمانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية ذات الاقتصاديات الكبرى تتعلق بغياب غلاء فاحش في اسعار المواد البتروليه ومواد التدفئه، لدرجه ان هناك كثير من البريطانيين يتركون بلادهم نحو الجنوب لان السياحه في بلاد الجنوب ومن ضمنها مصر الحصن ارخص من المعيشه في بريطانيا.
صحيح. هذا يعني الأمر. أنا آسف يعني أعتذر للمقاطعة، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي كريم عبد السلام، كنت معنا هاتفيا.